الله يسعد لي مساكم، اهلا وسهلا فيكم من جديد وبوصفه جديده. صباح فتوش معكم اليوم، بتمنى انكم تكونوا بخير وصحه جيده جميعا ان شاء الله. اليوم كنت عند صديقه الي عندها مزرعه كتير حلوه، فرحت لعندها ومحاوطه المزرعه بورد الجوري مثل ما كنتم شايفين. هالورد اجى ببالي اطف هالورد، طبعا اللي مفتح يعني زياده ويا، قلت اخذنا اذن منها، قالت لي خديه. اخذ وشوفوا بقى جايبه يعني كميه، هلا رح نطفه في منه جايبته مثل ما شايفين، لسه بده تنظيف ورح نطفه واخذ قيمه الشغله اللي الورقه اللي مو منيحه ومحروقه ويا قيمه، واخذ بس الشغلات يعني الوردات الراف مشان اعمل مربى الورد، ولا رح ننظفهم برجيكم ياهم بعدين. المهم حبيت بس ارجيكم هالمنظر هذا اللي بشهي، وشو ريحه، ريحه ورد الجوري، يا سلام. طبعا رح نقي انا الورقات الزراف واللي هيك كمان رح نتفه هاكوتا ونقيم اللي من قلبهم هدول القلب، بعدين بنخلون اذا في ضل شي منهم. هاي الشغلات اللي بقلب الوردة بنكبها، وبعدين اذا بقي شي من مثل ما قلكم بنخلون يعني. وهي بعد ما نقيتهم ونظفتهم ونخلتهم اذا فيهم شي، هي هلا جهزتهم لبكره، لانه هلا تاخر الوقت، ان شاء الله بكره عبدا فيهم. هي هلا ثاني يوم، يسعد لي صباحكم. هي هلا عندي طلعوا وزنتهم، طلعوا 950 غرام 50 60 غرام تقريبا. انا رح احط لهم هدول كليين سكر، يعني اقولوا كيلو يعني ولد كليين سكر. انا رح احط لهم، حط عندي هلا نص كيلو سكر حاطته، رح احط هلا ورد وحط فوق شوية سكر. هي أكبر شغلة عندي أنا، ها أكبر من هيك ما عندي، يعني قد ما نخل لا يطلع له شي شغلة. فهيك أنا رح هلا أساويهم، وعندي كمان ملح الليمون معلقة صغيرة، معلقة ونص يعني، فبحط شوية ملح الليمون كمان وبنحط سكر، شوية ملح الليمون وشوية سكر. طبعا هذا السكر من اللي بدي احطه يعني كل الكمية، زائد الكمية اللي بدي احطها يعني. اذا بدي احط كيلين، هدول عندي نص كيلو، عرفتوا بقى، بدي اكبس فيهم هيك تخلص الكمية. اعمل بهالطريقة هي لنشوفهم اذا بتسعم الطنجرة بالاخير. لساتنا عم نحط اللي بيان علي انه لاقي القرمز هذا اللون اللي بينحط اللون، لنشوف المحل العربي اذا محل مالي موجوده عايشه ببلد الباسك اذا موجود، ان شاء الله لاقي مشان نحط لون. والله وسعتهم الطنجره، كبسناهم شوي وما احلاهم. رح نخليهم هلا شي ساعة زمان نغطيهم ونشوف. هلا بعدين بدي اجيب، والله ما عندي لسه سكر الباقي، فبدي اشوف روح اشتري السكر وارجع. هاي رح نسكر عليهم طنجرتي، وخالي عندي كبيره ممتازه هي للشغله، هي اكبر طنجره عندي. شو بدنا نسوي؟ لا تنسوا دائما تغسل الايدين والنظافه يعني قبل ما تقروا باي شغله، ولا خواتم ولا شيء طالما عم تقروا بالاكل. وهلا بعد ما مضى عليهم وقت من فوق الساعتين خليتهم الحقيقه، انا هلا بدنا نبلش عاد نفرك فيهم. هلا انا رح افركهم هون بالطنجره، وبعدين مشان خففوا شوي، وبعدين بقى بفرك بقلب صينيه، طالع صينيه، وبدي يكون تفركوا بقى فيه، تفركوا منيح فيه، تعجنوا فيه وتفركوا فيه لحتى تطلع المي تبعه. يعني بدها هم، بدها نشاط وبدها قوة يعني. يعني بدها قوة وقوة وتعك وتفركوا بهالورد هيك، ها
هيك لحتى شو يهمدوا بقى، يهمدوا تطلع المي تبعهم. انا ما رح ارجيكم، ضل هلا بقى لفرك منيح وبعدين برجيكم. ارجيكم خمس دقائق، يعني مالي خمس دقائق تقريبا عم بفرك فيهم. شوفوا بس، يعني شوفوا خمس دقائق اللي عم بفرك فيهم شلون طلعت. طلع شوفوا، ها شوفوا السوائل اللي طلعت منهم. هي لقيتها هي اظرف، انا الحقيقه بهالطنجره هيك اظرف من من الصينيه اللي بدي افرك فيها هيك مشان ما يروح يمين شمال. وكبيره الطنجره عجبتني، قلت رح افرك فيها. وهلا رح احصورها هيك بهالطريقه هي. شوفوا ها بدي اطلع منه، ماني متوقعه والله. انا هي اول مره بعمل، انا شايفه امي عامله بس انا ولا مره عاملتها. لقيت الورده قلت والله بدي اعملها. ها هلا بعصرهم منيح، بقيم هلا هي منهم كل شو بيقولوا بلاحيه. بقلكم بدي لكم المي تبعهم، هي مو المي تبعهم هي. هلا بيقدر يقول الواحد يعني انه هي ميتهم اللي طلعت منهم، بس هالسوائل تبعهم يعني من قيمة. هلا وبعدين بصفيهم وبقيمهم هدول، بفركهم مرة ثانية إذا بقدر طالع منهم كمان. يعني كل ما فركوا كل ما أفضل مشان اللون، يعني لونهم بيغمق أكثر كمان. وهلا رح نفرك فيهم شوي ثانية ونشوف شو بنقدر نطالع منهم. وهي هلا شوفوا كمان، قلت لها لرفيقتي بالله طلعي لي بجوجل شلون بينقال لحتى عرفت كلمة رحيق، راحت من بالي هالكلمات والله. بعد 43 سنة بهالبلد الواحد كلمات كثير نسيها. رحيق، رحيق الأزهار. قالت لي رحيق شو معناتها؟ قلت لها هي هي الكلمة، قلت لها ما بعرف هي الكلمة يعني. المهم نحن انا مالي حاطك فوق، انا عم ساوي ببيتي عرفتوا؟ عم ساوي الي، فاللي ما عاجبه يحط كفوف، اللي بده يعمل ببيته بده يبهدل ويخانق يحط كفوف هو، انا مالي حاطه كفوف. ايوه وهكذا. وهلا هي اللي طلعتهم بدي اقطعهم تقطيع، السكينه بدها تكون حده مشان تقطعوه. في عالم بخلطوه بنعمهم بالماكينه اذا بتحبوا كمان مشان اللون الغامق. اذا واحد بده، عندي انا كركديه ما بعرف الكركديه بتعرفوها، مشان اللون رح احط شويه. انا حطيت شوي بكاسه هلا انقعهم بشويه مي وتشوفوا اللون اللي بيطالعوا. الكركديه منيح يعني مفيد وظريف، بيعطي لون ظريف كمان. وهلا رفعتهم على النار ورح احط لهم لتر مي. بسم الله. هيك لتر. رح اخليهم هلا يغلوا شي ربع ساعة أول شي قبل ما أحط السكر، وبعدين بحط لهم السكر. وهلا بعد ربع ساعة شوفوا لي بقى شلون بيتغير لونهم. بصير لونهم بكشر يعني. بيروح الحمار منه، بس ولا يهمكم بعدين بيرجع لكم. هلا رح نحط بقى السكر ننزله. بسم الله. هي الشغله الوحيده انه فيه كثير سكر. ها هذا يعني بحط دبله سكر. شفتوا بقى الكيلو ورد، انا يعني حطيت له كيليين سكر ولتر مي. هلا كل واحد له طريقته، اكيد رح تشوفوا طرق مختلفه يعني مو كله نفس الطريقه. طبعا الغاز على مهله، لا تقوي الغاز يعني على النار الهاديه، بده بال طويل هذا ليدوب السكر. نضل نحرك هلا مدى ما داب السكر. شفتون هلا بلشوا يغلوا، بخليهم كل اربع خمس دقائق بعمل لهم تحريكه، ما بضل عم حرك فيهم يعني. بس لا تنسوهم يعني اهم شغله. يعني شوفوا هلا لهم ربع ساعه
عم بيغلو. شوفوا ليها المنظر هذا الحقيقة بشهي. نشوف بعدين شلون بدها تكون الطعمة. السنين ما دقته الحقيقة أنا. شوفوا ها لا بعد ثلاث أرباع ساعة شوفوا اللون. إيه يعني لونه بشهي طلع بدون ما أحط له لون، وهي لسه بدي أحط له شوية لون. ولا بعد ثلاث أرباع ساعة رح أنا عصرت ليمونة رح أحط لهم إياها. أنا لو إني حاطة ملح الليمون حبيت أحط لهم كمان ليمونة، يعني عصير ليمونة. إيه وهلا رح أحط بقى الرحيق اللي طلعته من الوردات رح أحطه. شوفوا لي هلا لون الكركديه، شوفوا لي هاللون. رح أحط فوق رحيق الأزهار شوي منه هذا، يعني شوفوا هاللون هذا اللي بشهي. وهي هلا رح أحطه بسم الله. شوفوا لي هاللون هذا اللي بشهي، وخلون يغلو هلا شي ربع ساعة. عم بغلي الأطرميزات هلا مشان يكونوا معقمين، يعني عم بعقمهم للأطرميزات. شوفوا بقى هلا عوض ما قلت لكم شي ربع ساعة، لا والله حطيته أكثر من نص ساعة بشوي، لأنه ما بحبه أنه يكون مريء، بحبه يكون سميك شوية. فهلا عجبتني هلا هي. شوفوا المنظر هذا هلا هيك ظريف. رح اطفي عليه هلا وارجيكم اياه بالمطربانات. هلا انا بحب اعبيهم وهن سخنين. انا في المنظر هلا لعبيهم بسم الله. بيقولوا انه هو سخن يعني افضل، بيتسكر تسكيره محكمه وبنحط على قفاه وبيطلع، يعني ما بيصير له شيء لو بتخلوه سنتين، يعني ما بيصير له شيء. هيك سخن جدا. وغليتهم ايه غليتهم انا المطربانة. شوفوا بقى واه سخن. شوفوا بقى طبوا انا على قفا يوم بيعمل ضغط من السخونة ما بيصير له شيء، لو بيقعد سنتين ثلاثة ما بيصير له شيء. هذا ولا هيك بطبقه وهكذا. وهي عبيت هلا الاطرميزات وطبيتهم على قفاهم مثل ما لكم شايفين، والصبح برجيكم اياهم بس يبردوا بقى وبرجيكم المنظر تبعهم وطعمتهم. يسعد لي صباحكم من جديد. هلا رح نرجيكم المعودات ونقول بسم الله ونرجيكم هالمنظر هذا اللي بشهي مع الجبنه البيضه كتير طيب. أنا بساوي هيك وشوفوا لي بقى هلا. يا سلام شوفوا بسم الله. مع كاسة قهوة الحليب، قهوة بحليب أو كاسة شاي شو بتحبوا. بس حابة أريكم هلا مطربان افتحوا ارجيكم اياها. شوفوا لي ها شوفوا لي المنظر هذا. انا بحبه تقيل، انا ما بحبه خفيف. بعدين انا ما راح يطولوا عندي، حاطتهم مطربات صغيره لانه كلهم بوزعهم، فيعني اللي بده اياهم يكون فيهم يعني قطر اكثر لا تخلوهم يغلوا زياده. انا اكلوا معي ساعه ونص، فانتوا لا تخلون يعني خلون اقل. بس انا بعد ما حطيت الورد اللي طلع معي السائل تبع الورد حطيته وغليته نص ساعه ضليت عم بغليه، لانه لقيته كتير طلع سائل. اللي بده اقل في منهم ما بيغلوه، انا بحبه تقيل. فشوفوا انتوا شو بتحبوا وسابوه، وان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا. يلا بنتمنى ان شاء الله نشوفكم بالوصفه الجايه، واذا لقيتونا بنستاهل اللايك لا تنسونا منه وتفعيل الجرس عشان توصلكم اخر اكلات بسويها. يلا بتودعكم والله معكم، مع السلامه. واذا عجبتكم الاكله لا تنسونا من اللايك والاشتراك اللي ما له مشترك وتفعيل الجرس عشان توصلكم اخر اكلات بسويها. قالوا لي نحط لك لايك، قلت لهم يا ريت.
قالوا لي حسني الأكلات أكتر من هيكي بكتير، قلت لهم بطلت ما عاد بدي شي.